احمد وجيه مسؤول ملف نادي الزمالك معنا عبر الهاتف. سلام عليكم يا استاذ احمد وجيه. وعليكم السلام كابتن عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولكل ضيوفك الكرام طبعا، اساتذتنا والنقاد القديم الكبار طبعا الاستاذ محمد شرقاوي والاستاذ هدى الفولي والاستاذ مصطفى الجويني. طيب ماذا دار في هذا السبق اللي انت تحدثت عنه في المكالمه التليفونيه؟ يعني اللي فهمته ان الاستاذ المحترم جمال علام تواصل مع الكابتن حسين لبيب، والكابتن حسين لبيب قال له لو عايزين نروح الماتش لنا طلبات، وان اللي نسق المكالمه الكابتن حازم امام وبعض المسؤولين في رابطه الانديه. التفاصيل تفاصيل طبعا كابتن عبد الناصر، الدنيا على الازمه مشتعله جدا على صفيح سياسي ما بين الزمالك ورابطه الانديه واتحاد الكره، بحيث او يعني بعد البيان اللي اصدره نادي الزمالك بعدم خوض هذه المباراه. طبعا نادي الزمالك قيمه كبيره جدا جدا، وعدم ذهابه وعدم تواجده في مباراه القمه يعني ازمه بكل المقاييس، ازمه ماليه وازمه كبرى اعلاميه، كل الحاجات دي كلها بتبقى ضد صالح الرابطه والاتحاد، لان مباراه زي القمه بتبقى طبعا متشافه عليها اعلانات، عليها حاجات كتير جدا جدا، بجانب قيمه نادي الزمالك وقيمه نادي الاهلي. مباراه طبعا هي الاولى في الوطن العربي، لها شعبيه كبيره جدا جدا. فطبعا اتحاد الكوره ورابطه الانديه مش عايزين المباراه او مش عايزين القيمه او المكاسب دي كلها تضيع بمجرد بيانات او مجرد ايا كان ايه هي الازمه، فبيتم احتواء، بيحاولوا بقدر الامكان في هذه منذ اصدار البيان وحتى هذه اللحظه وقبل الاجتماع طبعا او قبل جلسه اليوم او غدا، احنا عندنا الساعه 12 اليوم طبعا لسه شفت كنت متابع ليه مكالمه سياده اللواء ثروت سويلم، وطبعا تاكيده على انفراد حضرتك وعلى كل الكلام اللي حضرتك. خلي بالك المقدمه بتاعتي حديث مصر كلها، خلي بالك حقيقي يا كابتن، ويمكن اللهم لا حسد ردود افعالي على قرار او على تعيين طاقم التحكيم الاسباني ان الزمالك او المباراه هتقام في موعدها عامله ضجه كبيره جدا جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. نرجع تاني لموضوعنا، فالحديث الثلاثي ما بين رابطه الانديه واتحاد الكوره ونادي الزمالك حتى هذه اللحظه على ان هم عايزين يراضوا الزمالك، وفي نفس الوقت مش عايزين ان المباراه تخلق او مباراه مفهوم يا احمد، مفهوم الخروج الامن. طلبات الزمالك اللي بننفرد بيها، الزمالك طلب ايه من جمال علام علشان يروح المباراه؟ عايز طبعا رقم واحد ايقاف طبعا كابتن احمد الغندور وطاقم تحكيم مباراه الزمالك والمصري. تمام. خصوصا كمان يا كابتن ان هم زعلوا واتضايقوا جدا وجات لهم حاله غضب من المجلس بسبب تعيين طاقم التحكيم المباراه احمد الغندور سواء كابتن محمود البنا لاداره مباراتي دوره الترقي والصعود للممتاز دوري الممتاز، ده كمان كانت حاله غضب كبيره جدا 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 من جانب مجلس نادي الزمالك. ده رقم واحد طبعا قلنا ايقاف كابتن احمد الغندور وطاقم التحكيم. اثنين طبعا رحيل الحاج عامر حسين ولجنه المسابقات بالكامل. باقي ثالث حاجه بتضحك ليه يا كابتن عبد الناصر؟ لا عادي عادي، فوت ماشي. رقم ثلاثه طبعا عايزين يخلوا اتحاد الكره يستعجل الاتحاد الافريقي لكره القدم ب الجزء الثاني من يعني ده اسمها طلبات المولد يعني فرصه. وانا عشان كده قلت بيعجبني ساعات الكابتن حسين لبيب البحث عن اقصى مكاسب ممكنه قبل ما يحل اي ازمه. يعني انت بتقول لي اهو استعجال من طلباته، قال لهم استعجلوا للاتحاد الافريقي عشان اخد مكافاه الكونفدراليه، ايه علاقتها بماتش المصري؟ عدي اللي بعده. جدولة ديون نادي الزمالك مره اخرى لدى الاتحاد طبعا، واستثناء الزمالك من مصروفات وتسجيل اللاعبين في حاله او تسجيل الصفقات الجديده في حاله فك القيد. يعني قال له تجدول لي الديون مره ثانيه، تزود لي المده الزمنيه ولا تلغيها؟ لا مش تلغيها، تجدولها بمعنى ان يكون هناك استثناءات من المصروفات، يعني
لو في جزء معين، الجزء المعين ده يبقى يقل منه المصروفات. حاجة شايفين على الشاشة يا جماعة، معانا على الشاشة. طيب آخر حاجة، أنت كاتب لي الطلب الخامس، خمس طلبات طلبها الزمالك، الطلب الخامس اللي هو طبعا تخفيض عقوبة جوميز. يعني طبعا ما هو لسه ما تعاقبش عن يتخفض، ولا هم عايزين أقل عقوبة؟ أقل عقوبة. يعني إحنا طبعا عارفين إن هي من الوارد وفقا للبنود وفقا للوائح إن هو يتم إيقافه 8 مباريات. طبعا و100,000 جنيه هو عايز موضوع لجنة الانضباط يطلع بأقل عقوبة ممكنة على جوميز. بالظبط، يعني نادي الزمالك ده الشروط بتاعته تمام، اللي هي عاوزة اللي الشروط بتاعته ليه خوض طيب المباراة. طيب جوميز انت سألته في المؤتمر الصحفي بنفسك عن المباراة، مدي راحة وهيرجع الحد، مدي راحة النهاردة السبت وهيرجع الحد، قال لك ايه جوميز في المؤتمر الصحفي؟ طبعا جوميز امبارح طبعا تداولت انباء وتداولت اخبار امس ب ان جوميز اخبر وابلغ لاعبي النادي ان مفيش خلاص يا جماعه هنخلص ماتش فاركو وهناخد اجازه لمده 2 أو 3 راحه قبل طبعا لاستكمال الدوري بشكل طبيعي. فطبعا النهارده بعقب نهايه المباراه مع فاركو كنا في المؤتمر الصحفي للمباراه، فسالته يا كابتن جوميز يعني تداولت انباء وتداولت خلي شفت بس خلي بالك قبل ما تجاوب، شفت ان انا معلم اعلام امبارح لما بعت لي الخبر على الهواء جوميز يخبر اللاعبين لن نخوض القمه، قلت لك فانكو وش حصل منه ولا لا؟ وانا بشكرك النهارده انك سالته بنفسك السؤال ده وكمل الاجابه. بالظبط يا كابتن، يعني هو ده كان هو، انا رايح والله الماتش، انا رايح الماتش عشان خاطر السؤال ده، انا عايز اسمع منه الاجابه لان طبعا السوشيال ميديا وان ده يتناقل وتداول الامور. وهو ده الاحترام. قال لك ايه بقى؟ طبعا قال لي ان هو اصلا لحد دلوقتي مجلس نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب لحد دلوقتي ما بلغوش باي حاجه، وعلى اساسه جوميز قرر ان الزمالك هياخد اجازه النهارده بس يوم السبت وهيعود بشكل طبيعي يوم الاحد. يا فندم انت امام قرارات اداريه انا اثق انها متزنه في الزمالك وهيروحوا الماتش، بس انا من الاول قلت ماليش دعوه عشان ما اتكلمش بلسان حد، وان في ناس بتتكلم مع الجماهير مالهاش دعوه بالمسؤوليه. اكد لي تاني اهو، سؤال ملعب الشمس لمستر جوميز في المؤتمر الصحفي، الاستاذ احمد وجيه ساله ترددت انباء انك بلغت لاعبي الزمالك انه مش رايح مباراه القمه الثلاث، رد الراجل حصريا لينا قال له اداره الزمالك لم تبلغني بشيء حتى الان. وهو كمان يا كابتن، وهو كمان اصلا ما بلغش ولا قال للعيبه اي حاجه باي امر ان هم مش هنخوض المباراه. قال ان هو وفقا لمجلس الاداره، يعني مجلس الاداره قال مش هنروح الماتش، انا هحترم قرار المجلس ومش هروح الماتش. مجلس الاستاذ شرقاوي عايز يسالك سؤال مهم. طبعا ابو حميد انا بحييك، طبعا بحييك على انفراداتك وعلى المعلومات الحصريه اللي انت قلتها دلوقتي، ولكن انا لسه بقول دلوقتي ده مفاجاه، يعني ان جوميز ما يتبلغش من اداره الزمالك بخصوص ماتش الاهلي والزمالك دي مفاجاه من العيار الثقيل، واعتقد ان ممكن يبقى في الامر، يعني مش عايز اقول عشان بس ما يجيش عبد الناصر يقول بتسخن الجماهير، ولكن هي المساله فيها يعني ايه، المفروض الامور تبقى واضحه من اداره نادي الزمالك بالنسبه للراي العام الزملكاوي بشكل مبكر. طيب يعني انت ما تجيش تعشم الناس بحاجه او تقود الراي العام لحاجه وفي الاخر انت في الغرف. اشكرك يا احمد وجيه، شكرا جزيلا، اتفضل يا شراوي. يعني في الغرف المغلقه كده واضح ان في امور بتتعمل غير العلن. لا مش يا محمد، لا في نادي الزمالك، الدوله كده في نادي الزمالك لا يتعامل مع القرارات من الجماهير. يبقى يعلنوا ده يا بيك، مش هيعلن دلوقتي، بيحقق مكاسب الاول، وده شيء مشروع.